ألف مبروك. أطلق الحكم صافرته بنهاية المباراة بفوز الفريق الاتحادي، أحكم قبضته على الصدارة. الآن نقدر نقول زي ما قال حاتم خيمي أمس، الاتحاد فتح الباب للدخول للمنصة، بقية المباريات هي الطريق والصعود للمنصة. بس الاتحاد خلاص فتح الباب، شاف كاس الدوري. أقدر أقول لك الاتحاد الآن قاعد يشوف كاس الدوري، ابتعد عن الشباب بتسع نقاط، ابتعد على النصر بست نقاط. بقية المباريات أتوقع أن الاتحاد قادر على التعامل معها، أخذا بالاعتبار هذا درس الموسم الماضي. هذا أنا وأنت وإحنا في الاستوديو، بس الاتحادية ترى أنا متوقع 100% جالسين يعدون سيناريو الموسم الماضي. إي طبعا أنت عارف، لذلك هي يبغى لها والله حالة، معليش أبو نايف أبغى أعلق بس، حالة من الانفعال من الأستاذ طلال آل الشيخ وأحمد شرحيلي برضه يا ساتر يا شباب، يعني ودنا يكون في هدوء أكثر من كذا. يعني أنا عارف إنه في لقطات جدلية، إحنا عندنا مستشار تحكيمي راح يكون معنا في البرنامج يعلق عليها، بس حالة انفعال شديدة جدا من طلال آل الشيخ تجاه حكم المباراة. مباراة كانت مثيرة للأعصاب، يعني بصراحة شد عصبي رهيب خصوصا في الدقائق الأخيرة. الاتحاد يحكم قبضته على الصدارة، تقريبا ريح نفسه من الشباب الآن، خاص الشباب تقريبا طلع من الموضوع، بقى قدامه إلى حد ما، يعني مو مرة، إلى حد ما النصر، أي تعثر للنصر أعتقد أنه خلاص صحيح. تسلم الأمور لنادي الاتحاد، لكن بالتأكيد الاتحاد الآن فتح الباب ايوه وشايف الكاس الان.